تحت شعار بعطائكم نغيثهم 12، نفذ جمعية الصفا الإنسانية رحلتها الإغاثية إلى المملكة المغربية الهاشمية، وترأس الشيخ محمد عبد الرحمن الشايع رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية، ترأس وفد هذه الرحلة الإغاثية لمتضرري زلزال المغرب، حيث تم توزيع المواد الإغاثية في منطقة أسكر وتولكين. كاميرا اي تي في العدالة كانت متواجدة في قلب الحدث لتنقل لنا هذه المشاهد، نتابع. ان شاء الله الحين متوجهين مثل ما قاعد تشوفون الشاحنات اللي وراء، اكثر من 3 شاحنات اليوم بالطريق الى مدينه الحوز حتى يتم توزيع التبرعات بمساعده وتنظيم جمعيه الصفا الخيريه. اليوم ان شاء الله راح نقوم بتوزيع اكثر من 300 سله غذائيه واكثر من 600 احتياجات منزليه ما بين بطانيات وفرش حق المنزل حق الناس المحتاجين من متضررين زلزال المغرب. لارض الكويت وشعب الندى محبتي تهدي الوفاء، صفا جود جمعية للصفا وطير الهناء. شنو التبرعات اللي إن شاء الله راح نوصلها اليوم حق المحتاجين؟ أول شيء أهلا ومرحبا فيكم أخواني الكرام، وأحيي المشاهد الكريم والمتبرع الكريم، وأسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنا هذا العمل الجليل. أخواني وأخواتي الكرام، اليوم وبفضل الله عز وجل ثم فضلكم راح يكون التوزيع على أخواننا المتضررين من الزلزال في المغرب، ويحتوي هذا وتحتوي هذه المعونات على فرش، وهم محتاجين ما عندهم فرش وبطانيات وسلات غذائية، وهذا العدد إن شاء الله راح يكفي المخيم اللي راح نروح له. وبعد ذلك اليوم التالي إن شاء الله نكمل معاكم التوزيعات، وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. لكل الجهات تسير الوفود تقدم إحسانها والورود، بدعم كريم وبذل الجهود فبالخير يدنو الهنا والشفاء. في سيدة سبحان الله كانت نايمة في البيت هذا، لما جاء الزلزال اهتزت سبحان الله وسقطت هنا، سقط المنزل كله، هي ما سوت كسور في الظهر والحمد لله هي بخير الآن. خرجنا من بيوتنا وجينا للمخيمات وقاعدين والحمد لله الناس مهلين فينا، ناس الجمعيات وحالكم انتم تجيبوا لنا الاكل وجيبوا لنا الفراش وجيبوا لنا المسائل والحمد لله. من الان راهنا الامور عاديه بخير الحمد لله. شكرا لمين؟ شكرا مالي الكويت، شكرهم جاوا الناس ولوا علينا، الله يخلي لهم ما عندهم علينا. شكرا. تشيد المدارس تبني المساجد لأرملة وفقير تساعد، غدت لليتامى كأم ووالد فبورك أهل. الله يجزيك بخير جديد، الله يفتح عليكم، الله يسهل الامر ديالنا وديالكم، الله يهدي لكم الوليدات، والله يسخر لكم آمين. الاولاد آمين والمال والبنون يا ذا الجلال والاكرام. عبد راسك ابو سام، الله يفتح عليك حبيبي، الله يسلم، الله يسلمك، مشكور. اخواني واخواتي، تبرعاتكم، صدقاتكم، احسانكم على هؤلاء الناس والله شيء كبير بالنسبه لهم، شيء كبير بالنسبه لنا احنا. احنا دائما انا اقول دائما ان احنا اللي محتاجين وهم اللي محتاجين. احنا محتاجين ان الله سبحانه وتعالى يرفعنا عنده، وان تكون هذه الصدقات اللي انت صدقتوا فيها ترتفع يوم القيامة وتكون مثل الجبال، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف تمرة، شق تمرة تصبح مثل جبل إذا كانت من مال طيب. انا تبرع ما عندي حتى بس شريتو. حجة احنا المستفيدين مو انتم المستفيدين، احنا جايين من بعيد، احنا جايين من بعيد، احنا جايين من بعيد نبي الاجر من الله. لا ينقي طريقكم، لا ينقي طريقكم، لا يعلي الدرجه، الله يجزاكم من عنده، الله يجزاك خير، وان شاء الله نزوركم مره ثانيه ان شاء الله. مرحبا باذن الله تعالى. مرحبا في حمله اخرى وبمعونات اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى. جزاكم الله بخير، واهل الكويت، اهل الكويت يسلمون عليكم ويحبونكم وجزاهم الله خير، يعني الله يجزاهم بخير. امين يا رب، الله يبارك فيكم، بخير، الله يبارك فيكم، الحمد لله.
الصف السادس. الصف السادس. زكريا شنو الوضع هني بالمخيم؟ الوضع جد مخيب للآمال قليلا. ايش تقولين حق اختك في الكويت او اخوك في الكويت؟ شكرا، نتمنى لكم الخير، درتوا معنا خير زعما بزاف كاع، نعسسونا كاع هادشي كاع درتوا معنا خير وفرحنا حتى حنايا بحالاش. الله يفرحكم، هادشي الله يجزاكم خير. هذا شيء بسيط والله. يعني الله يخليكم، بودنا يكون اكثر من هذا، وان شاء الله القادم ان شاء الله يكون اكثر باذن الله تعالى. ان شاء الله، بارك الله ان شاء الله. كريم جوادي سما في عطاءاته موقفا، سما في عطاءاته موقفا.